السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ طيب تعالوا ضروري دلوقتي واعمل شير كده لللايف ده قبل ما نبدا، لان انتوا عارفين الفيسبوك عامل حركات بايخه كده في الريتش. تعالوا دلوقتي واعمل شير بس عشان هقول لك كلام مهم قوي، عشان تعرف بقى انت بتتابع مين وقال لك ايه من شهرين وكلامه كان عامل ازاي. تمام، وهقول لك ازاي المليون جنيه كسبت 400,000 جنيه ويمكن اكتر سنه كمان لو انت كنت وظفتهم صح زي ما انا قلت لك بالملي. جميل. طيب انا راجل بتاع عربيات، انت بتتكلم في الكلام ده ليه يا محمود يا خي؟ بس اعمل شير بس عشان الكلام ده مهم قوي، وانا قايله لك من شهرين بالحرف والتاريخ لا ينسى والفيديو موجود. ما دام بتاع اسواق يبقى لازم لما اجي اكلمك عن اسواق السيارات، ما دام انا بتاع اسواق سيارات يبقى لازم في اوقات معينه اقول لك السلعه دي تنفع فعلا كلمه قيمه مقابل سعر، اللي بعض الناس الغريبه اللي ما كملوش تعليمهم بيقعدوا يتريقوا عليها وبتاع. يعني ما دي كلمه انا مش مألفها، دي 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 مواضع للتقييم في الاقتصاد وكلمه فاليو فور ماني. انت ازاي تظبط سعر سلعه استهلاكيه او غير استهلاكيه، سلعه اساسيه او سلعه ادخاريه، وتعرف انك بتحط فلوسك في حاجه هتدر عليك مال بعد كده، او سلعه فقط استهلاكيه يعني تمام بتدفع فيها وعليها راننج كوست ومصاريف تشغيل والكلام ده. الكلام ده مهم قوي قوي، اعمل شير بس عشان يوصل للناس. من شهرين انا عملت كانت سرد شائعه كده ان السيارات سلعه استثماريه، وانك السلعه دي لابد تحط فيها فلوسك دلوقتي بدل ما الحق الدولار بكره يبقى ب 50 وبكره يبقى ب 120 والدنيا ضاعت والحق يا جدع والعربيات استثمار والكلام ده. فكان لابد من الرد، السيارات سلعه استهلاكيه مهمه ولابد منها، في ناس بتستخدمها في شغلها وفي ناس بتستخدمها عشان تقيع شر المواصلات. لكن عملت مقارنه ما بين في الازمات تدخر مالك في سلعه ادخاريه زي الذهب، الذهب يعني تمام، ولا تدخره في سياره، وعملت مقارنه بين اللي ادخر ماله مثلا في سياره عمل تجديد او عمل ابجريد لعربيته، وبين واحد راح مثلا حط نفس المليون جنيه اللي عمل بيهم ابجريد العربيه في ذهب او قيمه ذهب. ونصحت الناس قلت لهم لو عايز تدخر فلوسك دلوقتي او بيروجوا لك ان السيارات سلعه استثماريه، لا الكلام ده غلط، روح حطها في ذهب، روح حطها في سبائك ذهبيه او في جنيهات ذهب. واديت المثل، وحتى ناس قعدت تتريق ساعتها وقعدت تضحك وقعدت انت بتقول ايه يا عم انت، وهنركب جنيهات ذهب وها ها وبتاع وتريق. النهارده اللي سمع كلامي من شهرين وحط فلوسه في جنيهات ذهب وقت ان كان الجنيه الذهب ساعه ما كنت عامل لك الفيديو ب 8650 جنيه، وروح راجع السعر. النهارده الجنيه الذهب سيدي الفاضل وصل لرقم قياسي من خمس دقائق وبقى ب 12,000 جنيه الجنيه ده. تمام يا سيدي الفاضل، يبقى اللي سمع كلامي عمل ايه؟ يبقى اللي سمع كلامي وعرف يعني ايه سلعه استثماريه وسلعه ادخاريه فعلا وسلعه تحفظ مالك من التضخم على اللونج تيرم، ومش اللونج تيرم ده شورت تيرم اهو. تمام، في شهرين اللي حط المليون جنيه في ذهب كسب 400,000 جنيه، وفي شهرين اللي حط المليون جنيه في تويوتا كرولا إليجانس اللي هي العربيه اعلى فئه ب 950,000 جنيه من شهرين اللي حطهم فيها بيتدلل عليها النهارده ومش عارفين يبيعوها وعاملين حرق على سعرها 100,000 جنيه. تمام، ودفع عليها مصاريف ترخيص ودفع مصاريف تامين ودفع صيانات واتنفخ وعمال يدفع لها بنزين. السياره ليست سلعه استثماريه يا سيدي الفاضل، السياره ليست سلعه استثماريه، سلعه هامه لكنها استهلاكيه وليست استثمار ابدا، وحين يرتفع التضخم ستتوقف مبيعاتها وسيصيبها الركود. لكن السلعه اللي تحفظ مالك من التضخم ولا تركض ابدا سلعه زي الذهب، سلعه ادخاريه. اللي سمع كلامي من شهرين، اللي سمع كلامي من شهرين، الذهب النهارده ب 12,000 جنيه الجنيه الذهب، وقت ما عملت الفيديو كان الجنيه الذهب ب 8650 جنيه. تمام؟ وصلت؟ شكرا. ابقى اعمل شير للكلام ده علشان ما يروجولكش الجهل ويروجولك ان سلعه استهلاكيه لها راننج كوست وبتمشي على الطريق وقد تتعرض لحادث ولها مصاريف، هي سلعه استثماريه. لا، سلعه مهمه هتشتريها وقت ما يبقى معاك فلوس، ما معاكش فلوس مش هتشتريها، لكن سلعه لا تدخر فيها فلوسك. الكلام ده غلط، الكلام ده ينافي كل ما يعرفه العقل. شكرا، وكان معكم محمود خيري.